لدى لقاء سموه بالقائد العام لقوة دفاع البحرين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بأن البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وعزم وحزم الحكومة تنعم بأمن وأمان واستقرار، وجهودنا منصبة نحو العمل الدؤوب لرفعة وطننا والحفاظ على منجزاتنا ومكتسباتنا. وقال سموه إن هناك من يحاول استنزاف دول المنطقة في عروبتها ومواردها بمختلف الطرق والأساليب، إلا أن تماسكنا وتحالفنا يبقى الحائل للحفاظ على مكتسباتنا والحيلولة دون التدخل في شؤوننا. فاليوم نحن أشد تآزرا وأوثق تعاونا مع الدول الشقيقة في منظومة مجلس التعاون. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى خرجت منتصرة من كل أزمة وتحد مرت به، وأنها مستعدة دائما للظروف والمستجدات بثقة أكبر. وقال سموه إن مملكة البحرين أيدها ممدودة دائما نحو التعاون، ونجحت بسبب سياساتها المتوازنة أن تحتفظ بعلاقات وطيدة ووثيقة مع دول العالم المختلفة، وأنها حققت منجزات وإنجازات كثيرة وواعدة بسبب التلاحم والترابط والوعي المسؤول لشعبها، وستظل دائما بإذن الله واحة تنعم بالاستقرار والسلام. وقال سموه إن قوة دفاع البحرين تعد نموذجا في الوطنية والعطاء المخلص والحصن الأمين للوطن، معربا سموه عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تقوم به قوة دفاع البحرين وكافة منتسبيها من أجل مملكة البحرين والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جهته فقد أشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بما حققته مملكة البحرين من نهضة وتقدم في ظل رئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للحكومة، مشيرا معالي لأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد بنى دولة وما حققه سموه من إنجازات يسجلها ويسطرها تاريخ البحرين الحديث. وقدم معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تهانيه إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخرا، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.